اليمن ورقة في صراع الكبار، هكذا تبدو واحدة في طاولة التجاذبات الدولية والإقليمية التي تذهب نحو إدارة النزاع أكثر من عملها على حله، حيث تؤكد كل المؤشرات أن هناك قفزة ليس على المرجعيات التي من بينها القرارات الصادرة عن المجتمع الدولي ذاته وحسب، بل وعلى إمكانية وقف الحرب وتحويل اليمن إلى محرقة أخرى تضاف إلى سجل الجرائم العالمية. يظهر الموقف الأمريكي والبريطاني المتمثل بطلب الدعوة العاجلة لهدنة ووقف فوري وغير مشروط للقتال في اليمن، موقف يراه مراقبون يتسق زمنيا مع التقدم الميداني للجيش الوطني والمقاومة الذي تجاوز الخط الأحمر في صعدة متجها صوب معقل الميليشيا، محاولة لإعادة موضعة الميليشيا في متارسها في حرب استنزاف يخسر فيها اليمن ولا ينتصر أحد، فيما يضع الجانب البريطاني مشروع قراره المتعلق باليمن في مجلس الأمن الدولي في مرحلة الانتظار لمدة أسبوع واحد قبل دعوة أعضاء المجلس للتصويت عليه، بحجة أن هناك خطة أممية جديدة لوقف الحرب في اليمن. هكذا إذن تبدو التحركات الدولية المكثفة لطرح خطة شاملة لحل النزاع المتصاعد منذ أكثر من عام ونصف والتوجه إلى طاولة المفاوضات. وفي المقابل من كل هذا تظهر إيران سافرة النوايا، وهي تكشر عن أنيابها وتعلن أن اليمن كما سوريا لا تزالان ورقتين رابحتين في ماراثون هيمنتها على المنطقة، إذ تؤكد تصريحات مساعد الخارجية الإيرانية أن تدخلها في اليمن وسوريا لا علاقة له بالاتفاق النووي المبرم مع طهران. يتخوف مراقبون أن تدويل الملف اليمني سيأتي على حساب المدنيين مقارنة بما يحدث في سوريا والعراق، حيث تسقط قيمة المدنيين في المعركة التي تحتشد فيها أسلحة الدول الكبرى في مباراة صفرية النتائج سوى ارتفاع قياسي لضحايا خارج أرصدة النصر والخسارة. فهل انتقلت اليمن من مربع الصراع الإقليمي إلى حالة الصراع الدولي؟ وهو ما قد يعني إطالة أمد الأزمة.